للمزيد حول هذه الزيارة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل مرحبا بك معنا يا فندم طبعا إلى هذه الجولة الإخبارية بداية وبعد التحية، كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة وتأتي في وقت يمكن الحقيقة تموج في المنطقة بالعديد من الصعاب والتحديات، أهمية هذه الزيارة أستاذ جميل في هذا التوقيت؟ هو في البدايه طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. هي زياره مهمه جدا وبتيجي طبعا في توقيت في غايه الصعوبه وفي غايه الاهميه. المنطقه كلها فيها العديد من الازمات والعديد من الصراعات اللي موجوده في الوقت الحالي، لكن التنسيق المصري التركي اعتقد انه هيحقق المزيد من الاستقرار، هيحقق المزيد من التنسيق للوصول الى حلول في كافه الازمات اللي في المنطقه، وبخاصه طبعا ما يحدث في الوقت الحالي في قطاع غزه من عدوان اسرائيلي غاشم على اهالي قطاع غزه وعلى قطاع غزه. احنا عارفين الدور المصري والتركي في الوقت الحالي هو دور مهم جدا، والتنسيق بين القيادتين مهم من اجل الوصول الى حل خاصة في القضية الفلسطينية وحل للأزمة في الوقت الحالي والوصول الى تهدئة والوصول الى وقف الاطلاق النار وانفاذ دخول المساعدات وحل القضية الفلسطينية بشكل اساسي. من المعروف ان مصر وتركيا من القوى الفاعلة في المتوسط في منطقة المتوسط، ليهم دور كبير وليهم تأثير كبير في محيطهم الإقليمي بشكل كبير. أعتقد أن التنسيق بين البلدين في الوقت الحالي هيعود بالنفع على الاستقرار في المنطقة، هيعود بالنفع على الشعب الفلسطيني خاصة الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، هيعود بالنفع أيضا على الدولتين من خلال طبعا زيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات وأيضا المجال وخاصة في المجال الاقتصادي. أيضا هي زيارة مهمة في توقيت في غاية الأهمية بتمر به منطقة الشرق الأوسط، في زي ما بقول لحضرتك في أزمات كتيرة. التنسيق بين البلدين مهم في الوقت الحالي لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. صحيح، يمكن كما حضرتك ذكرت الآن أستاذ جميل الدولة المصرية وتركيا من القوى الفاعلة في منطقة المتوسط، وكما تعلم أستاذ جميل الدولة المصرية في بداية هذه الأزمة تحدث عن القضية الفلسطينية كان لها دور كبير جدا وحثيث سواء كان على المستوى الإنساني بإدخال كل المساعدات وتخصيص مطار العريش لاستقبال مساعدات دول العالم، أو حتى على المستوى السياسي بعدد كبير جدا من اللقاءات التي أجراها السيد الرئيس. أتحدث هنا من وجهة نظرك، كيف من الممكن أن يخدم هذا التنسيق المصري التركي مزيد من الاستقرار في المنطقة ونفاذ المساعدات وأيضا وقف إطلاق النار وإقرار مصير هذا الشعب الفلسطيني؟ هو طبعا الدور المصري دور معروف جدا منذ بداية الأزمة حتى اليوم. العمل طبعا لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كافة قيادات العالم على كافة المستويات، لقاءاته وأحاديثه وأيضا قمة السلام للقاهرة التي عقدت في القاهرة، كل ده أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، إن ما يحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي ليس دفاعا عن النفس ولكن محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي ترفضه الدولة المصرية تماما. وأيضا العمل على إنتاج دخول المساعدات بشكل مستمر دون أي إعاقة من الجانب الإسرائيلي، لأن احنا عارفين أن من اليوم الأول كان في إعاقة كبيرة من الجانب الإسرائيلي لدخول المساعدات المصرية. مصر وضعت كل إمكانياتها من أجل دخول هذه المساعدات من اليوم الأول، وكان المعبر مفتوح، لكن هناك كان قصف المعبر رفح من الجانب الفلسطيني لمدة على مدى أربع مرات، وكل ده متوثق لأن وكالات الأنباء العالمية كانت متواجدة على معبر رفح، وأيضا صحيح. الأمين العام للأمم المتحدة كان متواجد، الأمين العام جوتيريش كان متواجد على معبر رفح في بداية الأزمة. كل ده موثق أن مصر بتسعى بشكل كبير جدا إلى دخول المساعدات وتيسير دخول المساعدات، ولكن احنا شفنا إعاقة كبيرة من الجانب الإسرائيلي. مصر أرسلت 80% من المساعدات اللي بتدخل إلى مدينة إلى قطاع غزة هي مصرية. مصر أيضا فتحت مطار العريش لاستقبال هذه المساعدات الدولية من كل دول العالم.
اعتقد ان الزياره النهارده او التنسيق المصري التركي طبعا للعمل على من المعروف طبعا ان تركيا عضو في حلف الشمال الاطلنطي ناتو، فمن يعني عليها دور كبير جدا في توضيح الامور لدول حلف الناتو فيما يحدث في قطاع غزه، وان ما يحدث ليس دفاعا عن النفس ولكنه عدوان ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإبادة شعب بأكمله. طبعا معروف أن تركيا لها علاقات مع العديد من دول العالم طبعا بجانب أن مصر، وده بدون أستاذ جميل حقيقة على النظرة الثاقبة والسبقية للدولة المصرية في كل الأمور. وده كان سؤالي تاني لحضرتك، الحقيقة أنه برغم من أنه قطار التنمية في الدولة المصرية يسير صوب الجمهورية الجديدة من خلال عقد وعمل العديد من المشاريع القومية، كان وما زال السيد الرئيس يقوم بعدد من الزيارات واللقاءات المتبادلة مع عدد كبير جدا من قادة ورؤساء دول العالم، اللي هدفها في المقام الأول طبعا هو تحسين جودة حياة المواطن المصري. هنا هكلم مع حضرتك، الحقيقة إنه البصمة القوية للقيادة السياسية في الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس في كل المحافل الدولية مما أصبح لي عظيم الأثر في ملف العلاقات الثنائية. إلى أي مدى كل هذه اللقاءات المتبادلة واللي بينتج عنها نوع من الاتفاقيات في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة من الممكن أن تجني الدولة المصرية ثمرها على أرض الواقع وتعود بالنفع على الداخل المصري وحتى على المواطن المصري؟ مصر سياستها واضحة وصريحة، اللي هو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. مصر علاقتها متزنة ومتوازنة مع كل دول العالم، وخاصة مع القوى الفاعلة في المنطقة وعلى مستوى العالم. لهذا السبب هنجد أن خلال العشر سنوات الماضية كانت مصر قدرت أن هي تحصل على احترام كل دول العالم، الدول الكبرى كلها وجميع دول العالم. ليه؟ لأن مصر سياستها واضحة لا تحيد عن هذه السياسة، لا تتدخل في شؤون الدول ولكنها تسعى إلى التنمية داخل أراضيها وتسعى لإقامة علاقات متوازنة من أجل تحقيق مصلحة مصر الوطنية. صحيح. خلال الفترة الحالية، وهو ده اللي قدر يتحقق خلال العشر سنوات الماضية. وشفنا أيضا الإشادات العالمية بالسياسة الخارجية المصرية وأيضا عمليات التنمية الشاملة بتتم داخل الدولة. لن يكون هناك تنمية داخل الدولة إذا لم تكن الدولة مستقرة، إذا لم تكن الدولة علاقتها جيدة مع كل دول العالم. هو ده اللي احنا شايفينه خلال الفترة دي. لهذا السبب هتجد احترام جميع دول العالم للرأي المصري، احترام كل قيادات العالم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن من المعروف ومن الواضح في الوقت الحالي ان مصر لا تحيد عن سياستها الواضحه والصريحه هو العدل والمساواه لكل شعوب العالم. ولهذا السبب هتجد في المواقف العديده هنجد من الدوله المصريه بتقف مع الدوله الوطنيه للعديد من الدول، زي ما حدث في ليبيا، زي ما بيحدث في السودان، زي ما بيحدث في الدول اللي فيها العديد من النزاعات والصراعات. لا تقف مع طرف ضد طرف، ولكنها تقف من أجل حل هذه الأزمة، الوصول إلى هدنة والوصول إلى تهدئة في جميع دول المنطقة اللي فيها نزاعات وفيها صراعات. لهذا السبب هناك احترام واضح من العالم، ولهذا السبب ده أثر طبعا بالإيجاب على الداخل المصري من خلال طبعا التنمية الشاملة اللي احنا شايفينها داخل الدولة المصرية، عمليات البناء الجمهورية الجديدة، ما يحدث من تطوير وتحديث داخل الدولة بشكل كبير، الاهتمام بالمواطن المصري على كافة المستويات. كل ده لما كناش بنشهده قبل كده. ليه؟ لأن مفيش صراعات، مفيش أزمات مع دول العالم أو أي دولة في محيطنا. وده يمكن الحقيقة شعار الدولة المصرية في الفترة الماضية هو المواطن المصري، وتتبنى في سياساتها الخارجية مبدأ الاحترام المتبادل وأيضا المصالح المشتركة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.